تطور التكنولوجيا إلى تأثير كبير على وسائل النقل، أدى لتحسين الكفاءة والسلامة والراحة. وممكن نقسم هذا التأثير إلى عدة جوانب رئيسية. أولاً، تحسين كفاءة الوقود والاقتصادية. ثانياً، السلامة من ناحية أنظمة المساعدة الذكية للسائق وتطوير السيارات ذاتية القيادة اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقليل الأخطاء البشرية وتحسين السلامة المرورية. ثلاثة، السيارات الحديثة صارت مزودة بشاشات لمس ونظم GPS ونظم صوت متقدمة وميزات الاتصال بالإنترنت وإمكانية ربط الهواتف الذكية بالسيارة لتوفير معلومات حية وتحديثات مرورية آنية. ومن التجارب الناجحة بهذا المجال تعتبر تسلا من الشركات الرائدة، ونجحت بإنتاج سيارات كهربائية ذات مدى طويل وأداء عالي، مما دفع العديد من الشركات التقليدية مثل جنرال موتورز وفورد إلى الاستثمار بتكنولوجيا السيارات الكهربائية. وبالاتصال الذكي، نجحت أبل وأندرويد بربط الهواتف الذكية بالسيارات، مما يوفر للسائقين تجربة متكاملة تشمل الوصول للتطبيقات والمكالمات والرسائل والموسيقى، بالإضافة إلى تجارب التنقل المشترك مثل خدمات أوبر وليفت اللي استخدمت التكنولوجيا لتحسين خدمات النقل المشترك. هذا الشيء ساهم بتقليل عدد السيارات على الطرق وتخفيف الازدحام. باختصار، التطور التكنولوجي يعيد تشكيل وسائل النقل بطرق متعددة، الأمر اللي ساهم بجعلها أكثر كفاءة، ويستمر هذا التطور بتقديم حلول جديدة للتحديات القائمة في مجال النقل، مما يبشر بمستقبل مشرق ومبتكر.